ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. بداية، كيف تفاعل الدولار ومؤشر الدولار مع قرار الفيدرالي الأمريكي بعد الافتتاح؟ طبعا احنا يوم امس كان يعني حفله من الفدرال الامريكي في الاسواق، وكان هناك نوع من الاضطراب الكبير حيث بعد رفع اسعار الفائده ب 75 نقطه اساس، وهي رفعه كبيره، جاءت الستيتمنت او جاءت عبارات الفدرالي الامريكي لتقول بانه عمليه رفع اسعار الفائده ممكن انه تشهد بعض التخفيض او التقليص في احجام الرفعات بالفتره القادمة. وفي نفس الوقت ذلك اعتبره المستثمرون إجمالا أنه إشارة من أنه الفيدرال الأمريكي يتجه إلى إيقاف تشديد السياسة النقدية بشكل قوي جدا، ليعود بعد نصف ساعة خلال البريس كونفرنس أو المؤتمر الصحفي رئيس الفيدرال الأمريكي ليؤكد بأنه الفيدرالي بعيد عن عملية إيقاف، يعني من المبكر الحديث عن عملية إيقاف تشديد السياسة النقدية، ولكن يعتقد بأنه ممكن الرفعات القادمة تكون أقل حجما، أي بمعنى آخر سوف يكون استمرار في تشديد السياسة النقدية، وبنفس الوقت سوف تكون عملية التشديد أقل حدة. هنا الأسواق ترجمت هذا الحديث بارتفاع عند صدور الخبر، ومن ثم مع المؤتمر الصحفي عادت أسواق الأسهم إجمالا للانخفاض. الدولار الأمريكي انخفض في بداية الأمر ومن ثم عاد للارتفاع أمام سلة من العملات، لأنه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عند 4%، وإذا قارناها مع الاقتصادات العظمى تعتبر منفردة بأعلى مستويات أسعار الفائدة، ويتجه الفيدرالي لمزيد من رفعات أسعار الفائدة، لذلك نرى الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة. نعم، إذن برأيك رائد، يعني هل تستطيع البنوك المركزية المقابلة تحديدا المركزي الأوروبي متابعة ومجاراة أيضا يعني قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وكيف أثر قرار الفيدرالي على أداء اليورو تحديدا؟ يعني تعكف البنوك المركزية على الاهتمام بالشأن الداخلي أو المحلي، وبالتالي مراعاة السياسة النقدية بما يقتضي الأمر، ولكن نتيجة لأنه مشكلة المخاوف الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع أو التضخم الركودي الذي يعني صفة عالمية أصبحت، فكل البنوك المركزية يعني تتبع نوعا ما نفس الأسلوب أو نفس التوجه، هي مضطرة إلى تجديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم عند أعتاب المرتبتين العشريات. يعني نحن إذا نتحدث عن الاقتصاد الأوروبي فعم نتحدث على مستويات تضخم تفوق الـ 11، يحتاج بلا شك المركز الأوروبي الاستمرار بعملية تشديد السياسة النقدية، كان قد قام بذلك الأسبوع الماضي برفع 75 نقطة أساس، أعتقد سيستمر لأنه هو تأخر أصلا بعملية تبني رفعات أسعار فائدة كبيرة. الفيدرالي بدأ قبل المركز الأوروبي، وأيضا في نفس الوقت يوجد المجال لأنه نحن عند 2.75 بالنسبة للمركز الأوروبي، هناك مجال لعملية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. بالتالي اليورو حاليا ممكن أنه يعود مرة أخرى تحت الضغط نسبيا، ليس فقط لأنه أنا في عندي دولار أمريكي قوي ومفرط بقوتي بالفترة القادمة، ممكن نشوفه تحت 97 خلال الأسبوع القادم. نعم رائد، أيضا يعني من القرارات المرتقبة قرار بنك إنجلترا في ظل المعطيات والأرقام الاقتصادية في بريطانيا، ما هي التلميحات حول قرار بنك إنجلترا وكيف سيؤثر يعني على أداء الجنيه الاسترليني في ظل هذه المعطيات المتوفرة في الأسواق تحديدا سوق العملات؟ يعني شفنا انه عاد الجنيه الاسترليني للتراجع امام الدولار الامريكي بنتيجه قوه الدولار الامريكي اليوم، وايضا بانتظار قرار المركزي البريطاني. طبعا مستويات التضخم في بريطانيا 10.1، اي ان البنك المركزي البريطاني لا يوجد امامه خيار الا برفعة اسعار الفائده ايضا 75 نقطه اساس، ذلك قد يعيد الجنيه الاسترليني مره اخرى للارتفاعات ومناورات عند 1.15 خلال تعاملات اليوم. وارد جدا أن نصل بالزوج جنيه استرليني دولار أمريكي إلى هذه المستويات إذا ما أكد المركز البريطاني على نيته باستمرار تشديد السياسة النقدية لمجابهة التضخم على حساب النمو الاقتصادي. لا ننسى أنه هذا الربع الثالث على التوالي من الانكماش في النمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، ولكن لابد من تشديد السياسة النقدية لمجابهة التضخم قبل النظر إلى الركود الاقتصادي الذي يحدث فعليا، لأنه إذا نظرنا إلى مقومات أخرى
لا يزال عندهم مستويات البطالة منخفضة عند 3.5%، وهذا يعطي أريحية للبنك المركزي البريطاني أن يقوم بتجديد السياسة النقدية. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.